مرحبا بكم. قامت قوات الأمن المصرية باعتقال الكاتب خالد أبو شادي واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأكدت الناشطة المصرية أم الزهراء عزة توفيق والدة زوجة أبو شادي، أكدت عبر صفحتها على الفيسبوك نبأ اختفائه، وقالت ذهب ليصلي العشاء بالمسجد رغم تعبه وإرهاقه من يوم عمل طويل، قدموه للإمامة لغياب الإمام، كانوا بالخارج ينتظرون خروجه، ثبتوه وخطفوه هو وسيارته. وأبو شادي من مواليد 18 مارس عام 1973 في محافظة الغربية، درس في الكويت وأكمل الدراسة الجامعية في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، له كتب ومحاضرات توعوية، وهو زوج إحدى بنات خيرة الشاطر نائب المرشد العام للإخوان. لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الأستاذ أحمد مفرح المدير التنفيذي لجمعية كوميتي فور جاستس. أستاذ أحمد، هذا الاختطاف، هذا الاعتقال، كيف تسميه في الجانب الديمقراطي حقوق الإنسان، وأيضا كيف تسميه في إجراءات الغير قانونية والدستورية التي تحاك ضد مصريين أبرياء؟ كل السادة المشاهدين، هو كما سميته بالضبط، يعني هو إجراء غير قانوني، ومش متخيل أن تكون دي الوسيلة اللي ممكن أن يتم إلقاء القبض بها على شخص مثل الدكتور خالد أبو شادي. هو داعية معروف، وهو يعمل في الخطاب الدعوي منذ فترة، سواء كنا موافقين على نوعية هذا الخطاب أو مختلفين معه، لكنه له حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتم إلقاء القبض عليه ووضعه في السجن بدون أن يتم إبلاغ أسرته أو محاموه أو ذويه بما تم معه أو بما حدث معه أو أسباب الاعتقال بشكل أساسي، خصوصا احنا بنتكلم على مرور 24 ساعه، يعني متخيلين 24 ساعه حتى الان ولم يظهر او يقدم او يتم الاتصال بذويه كما ابلغنا او نعرف، وبالتالي فنحن في انتظار، يعني هو في انتظار. لكن استاذ احمد، يعني بلا انتظار، يقول بعض المصريين من الزملاء والاصدقاء والمحللين، يقولون إن المشكلة ليست في التهم عندما يتعلق الأمر بالدكتور، يتعلق فقط بأبي زوجته وهو خيرة الشاطر نائب المرشد العام للإخوان في مصر. هذه هي التهمة الكبيرة ربما، ما رأيك؟ يعني أنا حتى تظهر الوقائع وحتى يظهر على أي أساس تم إلقاء القبض عليه، لا نتخيل، يعني لا أستطيع أن أفرض سلامة هذا الموضوع، وإن كنت أعلم بشكل أساسي أن عائلة مثل عائلة خيرة الشاطر هي أو المقربون من المهندس خيرة الشاطر بشكل أو بآخر يعانون مثل ما يعاني المهندس خيرة بشكل أو بآخر كنوع من أنواع الانتقام من هذا هو السؤال أستاذ أحمد، أشرت بعظمة لسانك إلى موضوع الانتقام، والانتقام إذا سمحت لي ليس فقط مع أسرة خيرة الشاطر، ولكن مع كل الأسر التي لا علاقة بالتيار الإخوان. ويبدو أن النظام المصري، الشرطة المصرية، الأمن المصري يصفي دون هوادة كل من له علاقة بهذا التيار. ما خطورة ما يجري في مصر بهذا الغطاء؟ هو كما قلت لحضرتك، لا أستطيع أن أفرض تحليلا ما أو إسباغ تحليلا ما على كافة القضايا والمعلومات حتى يظهر المهندس الدكتور خالد أبو شادي ونرى لماذا تم إلقاء القبض عليه، خصوصا أن تم إلقاء القبض عليه قبل ذلك وخرج بعد يومين، وبالتالي نحن ما زلنا يعني ننتظر النتيجة. أما الانتقام من المعارضين للنظام في مصر فهذا أمر ليس بجديد، هو الآن وسيلة من وسائل التعاطي، خصوصا مع الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين ما بين قوسين للنظام العسكري. إذا كان لم يستطع النظام إلقاء القبض على الشخص أو وضع رهن الاحتجاز أو العمل على يعني إسكاته بالعصا أو بالجزرة أحيانا، فإنه يتم التعاطي أو الانتقام من عائلته، سواء من الداخل إذا كان في عائلته ما زالت في الداخل، أو الانتقام منه مباشرة في الخارج عن طريق تقديم شكاوى كيدية للإنتربول أو عن طريق تقديم رسائل
ما بين قوسين تحرشية أو رسائل تهديدية لإيقاف نشاطه في الخارج، وكما حدث مع الكثير من النشطاء الحقوقيين في مصر أو المعارضين الذين تم التعاطي معهم عن طريق الانتقام من أسرهم في الداخل أو الانتقام منهم بشكل أساسي وفي الخارج، والمطالبة بإلقاء القبض عليهم عن طريق بلاغات كيدية. أرجو أن تبقى معي الأستاذ أحمد مفرح. ينضم إلينا الآن من القاهرة عبر الهاتف المحامي والحقوقي الأستاذ أسعد هيكل. أستاذ أسعد، مرحبا بك. بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الكيدية، بعيدا عن التهم التي توجه في مثل هذه المناسبات، ما هي بتقديرك التهم التي أو لماذا ألقت الشرطة القبض على الدكتور خالد؟ يعني لا تستبعد أن يكون قد ألقي عليه استدلالا إلى قانون مكافحة الإرهاب. هذا القانون الذي يحمل اتهامات على رأسها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ويقصد بها في أغلب الأحيان هنا جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي إذا كان ثبت لدى الجهات الأمنية أن هذا الشخص قد انضم إلى هذه الجماعة أو أدى دورا تنظيميا فيها أو قياديا أو ما إلى ذلك من فعاليات أخرى، هذه الأمور تعتبر وفقا لقانون العقوبات المصري جريمة يعاقب عليها القانون. الأمر الآخر أن القانون الإجراءات الجنائية في مسألة مكافحة الإرهاب أعطى السلطات الأمنية في الحقيقة إمكانيات واسعة. دكتور أحمد، قبل أستاذ أحمد، قبل أن تتوسع في شرح، قلت ضمن مكافحة الإرهاب أو قانون من حقه أن كان، لكن حتى الآن لم تقول السلطات الأمنية الجهات أي سبب. هل أن تكون دعويا محاضرا تذهب إلى المسجد تصلي وتصوم وتخاف الله، هل هذا يؤسس ضمن قانون الإرهاب؟ يعني هو أنا كنت أتحدث في هذه الجزئية تحديدا أن السلطات الأمنية حينما تقبض على شخص لانتمائه إلى جماعة إرهابية فإن القانون أجاز لها أن تبقيه فترة طويلة من الوقت، ليس حتى قيد التحقيق وإنما رهن لدى الأمن، جهاز الأمن الوطني المصري الذي منحه القانون هنا أن يبقيه لفترة تصل إلى شهر ثم يعرضه بعد ذلك على النيابة العامة لتحقق. وهنا يسمي البعض هذه الأمور اختفاء قسري، والسلطات لا تفصح بطبيعة الحال في هذا الوقت عن هذه الاتهامات. لكن أستاذ أسعد، أنت حقوقي أستاذ أسعد ومحامي، وتعرف أن قلت إبقاءه فترة طويلة، بأي حق تبقيه الجهات الأمنية عندها لفترة طويلة قد تطول؟ وأيضا في مصر معروف تطويل من يوم إلى سنة إلى سنوات ربما، بأي حق؟ يعني حضرتك بتتحدث في أمور دقيقة جدا من ناحية قانونية في مصر. أنت عليك أن تفرق بين الشخص الذي يتهم في جرائم عادية كجرائم القتل أو الضرب أو السرقة التي تحصل بين أحد الناس، وبين شخص يتهم بجريمة تتصل بأمن الدولة يسميها القانون جريمة من جرائم الإرهاب، تتبع معه إجراءات أخرى ولا تفصح الجهات أو السلطات عن الاتهامات التي توجهها إلى هذا الشخص إلا بعد أن تحيله نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة الجنائية، وأحيانا تنتهي النيابة بحسب بقى كل قضية وحسب الملائمة، خلينا أسميها القانونية، للإفراج عنه أو عن غيره من أعضاء جماعته. أرجو أن تبقى معي الأستاذ أسعد. أستاذ أحمد، ما تعليقك على ما أشار إليه وأثاره الأستاذ أسعد هيكل في موضوع مكافحة الإرهاب والقانون الذي يستند بناء على إجراءات مصرية تتعلق بمكافحة الإرهاب وتلمس الناس جميعا وتبقيهم في الانتظار وتصدر الأحكام وقد يذهبون ولا يعودون وقد يعدمون والوقائع والشهادات واضحة، تعليق على ما سمعت في موضوع مكافحة الإرهاب والاختطاف القسري في مصر أستاذ أحمد؟ طيب، هو بس النقطة اللي أنا حابب أوضحها فيما يخص قانون مكافحة الإرهاب أو المدة التي يعني يتم إبقاء الشخص رهن الاحتجاز في الأمن الوطني. بشكل أساسي القانون لم يمنع بحال من الأحوال أن يتم الاستناد إلى إبلاغ النيابة العامة بوقائع إلقاء القبض على الأشخاص، وبعدها نعم بالتأكيد القانون قال هذا، لكن هناك فارق ما بين
أن يتم إلقاء القبض على الأشخاص وإخفائه قسريا ولا يتم إبلاغ أسرته أو محاموه بأنه لدى السلطات بسبب أو بآخر، أو أن يتم إلقاء القبض عليه ولا يبلغ أي أحد ولا يعرف أي أحد عنه أي معلومة. الذي نص عليه القانون وهو بالأساس قانون مخالف دستوريا. نعم. مخالف دستوريا القانون هذا، وإن كان قد تم إقراره في مصر، إلا أنه قانون أولا مخالف دستوريا، ثانيا القانون لا يعطي السلطات الحق في أن تحجز المعتقل بمعزل عن العالم الخارجي أو أن تقوم بإخفائه قسريا. القانون قال بأنه يتم إبلاغ النيابة العامة، وعلى النيابة العامة حينما يذهب أي أحد من الأفراد أو من المحامون أو من أقارب هذا الشخص للإبلاغ عنه، على النيابة أن تخطر أهله وزوجه. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد مفرح من جنيف، شكرا جزيلا، أعتذر لك عن المقاطعة. أستاذ أحمد مفرح من جنيف، شكرا على هذه الإيضاحات القانونية وعلى هذه المشاركة، وشكرا أيضا موصول إلى ضيفنا المحامي والحقوقي في القاهرة الأستاذ أسعد هيكل. شكرا. بالحديث عن مسائل القانون والاختطاف في مصر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المسائية، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.